احنا لو جينا في الرسم هنلاقي اول حاجة في الانسان، طبعا دي البعوضة، هنا نفترض ان هنا البعوضة، فالبعوضة اللي هي الانثى الانوفليس دي دخلت اللي هو الخرطوم بتاعها او الانبوبة الماصة الثاقبة، فتثقب الجلد وتمص. بتمص ايه؟ بتاخد الدم، بتمص بتاخد الدم. سبحان الله، هي عشان تاخد الدم وعشان ما يقدرش حد يحس بيها، فهي فيها برضو حاجات عجيبة طبعا بره الدرس. فالبعوضة سبحان الله، أول حاجة بتعمل بتنزل اللعاب بتاعها، وفي مادة مخدرة على سطح الجلد عشان الإنسان ما يشعرش بوخزة البعوضة على الجلد، ما يشعرش بأن في بعوضة على جلده. ولذلك احنا كلنا بنتقرص من البعوضة وما بنعرفش الا بعد ما تخلص وتمص وتطير من على ايدينا، فيكون المخدر راح، فنشعر بحتة القرصة، فنضرب بايدينا ما نلاقيش تحتها اي حاجة، ونلاقي البعوضة طالعة فوق السقف بتدلل سنها لانها خلاص خلصت مهمتها. فهي بتروح منزلة اللعاب اللي بتنزله في تخدير لسطح الجلد، طبعا ده بره الموضوع حكاية اللعاء التخدير والكلام ده، لكن هي علميا موجودة. فبيخدر المكان، وبعدين بتاخد الدم، وحتى الدم لما بتاخد منه نقطة ولا اتنين تحلله، كأن في جهاز معمل عندها تشوف هي اللي عاوزة الدم ده اللي هو مش عاوزاه، لأن هي بتختار صفات معينة أو دم معين. ولذلك لو لقيت 10 أو 100 قاعدين في منطقة فيها بعوض، هتلاقي البعوض يجي لناس وما يجيش لناس. ليه؟ ليه علاقة بالدم. فهي لو الدم مش عاجبها ما بتكملش وبتمشي، لكن هي ما بتكونش سحابة حاجة. لكن هي المشكلة لما تيجي تاخد من الدم من النقطة اللي هتعينها أو حتى هتسحب الدم وتخدر المكان، فهي بتنزل، لو كانت مريضة أو لو كانت حاملة للمرض اللي هو بلازموديا من الملاريا، فهي هتنزله في إيه؟ في جسم الإنسان. فأول ما بينزل في جسم الإنسان بينزل على هيئة فسبوروزويدات. دول سبوروزويدات بتدخل في الجسم، فبتاخد طريقها طبعا، هي بتاخد في الدم، فيعني السبوروزويدات دي بتبقى موجودة في الشعرات الدموية اللي هي خدت منها الدم، فبتمشي في الشعرات الدموية لغاية ما توصل للكبد. أول ما توصل للكبد فبتدخل خلايا كبدية، فبتتكاثر داخل الخلية الكبدية اللي هي السبوروزويت ده، بيتكاثر ده داخل الخلية الكبدية بتكاثر لا جنسي. التكاثر لا جنسي يعني ايه؟ يعني هي كانت مثلا نون، يبقى هي برضو نون زي ما هي. تاني حاجة ان مفيش امشاج، مفيش ايه؟ امشاج. فبتتكاثر بالتقطع في الكبد، عامل زي الانقشاء، زي الانقسام الايه؟ الانشطار الثنائي، حاجة زي كده. فبقطع، فبتتقطع كذا حتة، فبالتقطع يعني كذا مرة، بتتقطع كذا مرة، تكاثر لا جنسي بالتقطع في الكبد، فتدينا حاجة أصغر من سبايرو أو سبوروزوتات، تدينا ميروزويتات. ميروزويتات الميروزويت، فالميروزويت تكاثر لا جنسي بالتقطع في الكبد، فتدينا حاجة أصغر من سبايرو أو سبوروزوتات، تدينا ميروزويتات. ميروزويتات الميروزويت،